أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل على بركة الله تعالى لحفظنا لسورة العنكبوت في هذه الحصة، نتعلم بمشيئة الله عز وجل من سورة العنكبوت من الآية 60 إلى آخر السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الرسم خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أعد. من حفظك؟ معا حولوا من رؤوسنا. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. نعم. ولئن سألتهم من
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. أعد. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله إن عليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء. ركز. عليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وكأي يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هات. من السماء ماء
بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة
الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمش ولي رد بالك عاد وليتسكن اللام وليتمش ولي وليتمتعوا أعد ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. 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 وكأي تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله من عباده ويقدر له إن الله بكل
شيء عليم ولئن سألتهم من نزل ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أن إنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم ويتخطف الناس أفبالباطل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم
جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. الحمد لله على إتمام هذه السورة، نحمد ربي ونسأل ربي التوفيق والثبات والإخلاص على القرآن الكريم حفظا وقراءة، إن شاء الله ربي يعاوننا على التدبر وحسن العمل. بارك الله فيكم، نحمد ربي حتى ربي يبارك لنا في هذا المجلس المبارك. شكرا، الحمد لله على كل حال. ننتقل إلى القراءة الفردية التعليمية. آية سيدي تفضل، رقم 35 يتفضل بحذانه. مرحبا. اللهم لك الحمد يا الله كريم، تفضل. يا الله وكريم لا ما نقولش دابة، ثم شد فوق الباب، نمد المد، نعمل مد طويل ونشدد. دا خزر لي سيدي كيف تصلح وخزر لي. دابة داب دا شو، نعمل مد طويل وبعد ندخل ضغط نبر بيان الشد. دابة لا تحمل رزقها. قولي رزقها. نجم تأخذ الآية طويلة عليك، وإحنا في مقام تعليم النجم مقطع الآية هكي كلمة كلمة حتى نتعلم. نعم لا ما قلش رزقها، رزقها لها مرققة. رزقها ما قلش الله، جدد نتبهوه الله، شفت الهمزة هنا مرققة نبدينا بها. الله هذه مرققة، اسم الجلالة كلهم مفخر، اخزر لي. الله هذه مرققة. الله الله يرزقها وإياكم وإياكم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. لا يقولن الله، ن الله، ن ن الله، رقق النون نفخم اسم الجلالة. ن الله لا يقولن الله. طيب تعالوا نصلح شوية. أنا أي الله يقصد يبا، أولا قلقلوا الباء ساكنة. يبا يبا سو، وما قلش يبا صو، صو ولا تصاد هي سين. الله يبا سو يبا سو، قولها ترى. يبا سو يبا سو أي الخطأ، يبا صو هذه صاد هي سين. الله يبا سو سا سو يبسط. الله يبسط يبا قلق للباء ساكنة. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. قلق للقاف ويقى، ما قلش ويقى ويقى ويقى، قاف ساكنة مقلقلة. ويقدر له ويقدر له صحيح مش أن، هذه فتحة ولا كسرة؟ كيف أقول أن؟ إن إي بين حركات مهمة. إن إي إي إن الله بكل شيء عليم جل جلاله. ولئن مش ولئن أن ولئن، امشي للكسرة من الفتحة للكسرة. ولئن سألتهم نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. موتها من بعد موتها مش موت، موتها مو موتها من بعد
بقي مو موتها مو مو مش مو موتها. طيب لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. جزاك الله كل خير. كيف يعطيك الصحة؟ شكرا مرحبا يا أهلا وسهلا. تفضل يا بعتوا. عليكم السلام. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار دار مش الدار كيف أقول الدار تتمرى الدار را مفخمة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر مش البر قال إلى البر فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى ترقيق تفخيم ممن افترى مش افترى افترى معلش طار افترى تاء افترى ومن أظلم قالون رو أظلم ورش رواية أخرى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. مش للكي هذا يسموه التقليد للكي تقليد للكا أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله رقب النون يلا وإن الله لمع جزاك الله كل خير بارك الله فيك تنتبه للأخطاء اللي نبهتك عليها وتحسن فيها إن شاء الله. يا مرحبا تفضل لي بعد وين يا معين يا الله مرحبا تفضل يا الله. النون مع الغنة أو كلا تحمل فوقها حركة خالية من الحركة فيها حكم من دا فيها إخفاء مع الغنة مد داب من أظهر النون عند الخاء من خلق حب نسمعها من خلق ولئن سألتهم من خلق أظهر النون من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. مش يا وين الضمة فأنى يو جيب ضمة فأنا يوسفون صحيح الله
الله يبسط يبسو بالسين الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له مش ويقدر ما إيش في العربية ويقدي هكذا ويقدي مش ويقدر ويقدي ويقدر له أي إن الله إن الله بكل شيء عليم صحيح ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ماء إخفاء التنوين مع الغنة بعده فاء ماء أنفى من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله أي. قل الحمد لله بل أكثرهم بل أكثر ثام رقبة بل أكثرهم ثاروا خش بل أكثرهم فا ثا في فرق بل كافٍ بارك الله فيك شكرا يا مرحبا اللي بعده وين أهلا وسهلا مرحبا يا الله يا كريم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب 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 ريت الباس ساكنة كيف نقف عليها وتكون هي ساكنة قلقلوها نقول هكا ولعب مش ولعب ما تسكرش فيك تعمل هكا ولعب ولعب اضطراب شوف ولعب ولعب صحيح وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صحيح فإذا ركبوا في قل شركبوا فإذا ركبوا ركبوا را مفخمة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله دعوا الله دعوا ركبوا ضمش فيفك دعوا دعوا الله مخلصين له الدين السين ولا بقى بتزربش مش تتعلم البايس ما تزربش واحدة واحدة حرف حرف دعوا الله اخزر لي كيف نصلح لينا دعوا الله مخلصين مش مخلصين تولي النسين مخلصين صا صين مخلصين فخم الصاد دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الجيم فيها شدة نجاهم فلما نزاهم لا متعد شوف عندي الميم فوقها شدة مهكة ولا نعمل غنة فيها فلم وفهمت زاد بعدها ألف فلما مش فلما لا فلم هذه الغنة فلما نزاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما شفت كيف قلت أنت ليكفروا بما وهو الجاء ليكفروا 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 بما آتيناهم وليتمتعوا سكن الليل وليتمتعوا فسوف يعلمون صحيح أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أي أبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى لا كيف أقول افترى ايش عمل في التاء فخمها افترى افتاء افتاء تاء مش طاء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه جاءه تقفى السكون أليس في جهنم لا كيف أقول أليس في جهنم شو الخطأ اللي عمله ما ثمش مد يلزم أقوله أليس في جهنم الخطأ أليس في جهنم في جهنم فيش مد الفاء ممدودة مثوى مثوى للكافرين
صحيح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، ما شاء الله لي. في تحسن ما شاء الله ما شاء الله. هاي اللي بعده، وين اثنين اخرين؟ سلام شوي الوقت. طيب عليكم السلام، مرحبا. قرب شوي الميكرو. ايوه. شوف، وكأي من ثم غنى، وكأي من نعم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هاي ذي نفهموها ذي بقوله تعالى نحن نرزقكم وإياهم في سورة الأنعام، وفي الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، في تقديم، مرة يقدم الآباء ومرة يقدم الأبناء. قال عليش على حسب السياق الآيات اللي قبلها، لأن السياق يتحدث عن الآباء، فيقول نحن نرزقكم أنتم وهم. لذلك بعض الناس يجيك مصلي ويقول لك مرتي تحب تعمل الإجهاض، كفر بالله عز وجل وإجحاد للنعمة، وهذا قتل، قتل للنفس ومتعمد وكبيرة من الكبائر. تقول له علاش؟ يقول لك هك تعرف شو الدنيا صعبت، معاش خالتين على الحليب، اه والعظم الله اعلم يجيبوه لنا في رمضان ولا، والمعدنوس ما ثماش، وهكا عندي جنينه في الدار قاعد نغرس في شويه معدنوس، خاطر المعدنوس الله اعلم مش يكون في رمضان ولا، وتوا قايمه تجيب لي في صغير ولا صغير ولا كذا، كيفاش نعمل؟ شكرا. والمولى عز وجل يقول وكأي من دابة، أي دابة سواء من الإنس أو من الحيوان أو من الجن، وكأي أي دابة على الأرض، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله هو الذي يرزقها. آه الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فيجيك مصلي ولا مصلي تقول لك نحب نعمل إجهاض، الدنيا صعبة، كيفاش باش نربيهم؟ اه مين باش نجيبهم؟ مين باش نوكلهم؟ انت باش توكلها، ربي باش يوكلها. ولذلك لما جاء السياق عن الاباء يتحدث يقول نحن نرزقكم انتم وهم، رزق بيد الله عز وجل. ها ولما يتحدث السياق عن الفقر في الاسراء، ها نحن نرزقهم واياكم، ان قتلهم كان خطئا كبيرا، كبيرا من الكبائر، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فردوا بالنا، هاي امشي سيدي. سألتهم أقول سألتهم، قال لي واحد عنده 9 وليدات، قال لي نحشو كنهزهم للاك معاي، قال لي يقعدوا يخزروا لي، شبيه عنده 9 هذا؟ لا بتحشو شبيهم. ها تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. علاش حاشم تحشم؟ مش بالعكس، كل واحد معاه رزقه تبدأ فرحان. قال كيف بده يخزروا لي هك؟ خليه يخزروا لحتى مالكم مالهم انت؟ اي نعم، هزهم حتى 9 ومشي بيهم حتى للمرسى اذا لزم. اي نعم، قول. ولئن سألتهم من خلق، أظهر من خلق، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. صحيح. فأنى يؤفكون؟ أي الله، الله مش قال الله يبسط، الله يبسط مش صلحتها، يبسط سا سو سين، قولها سيدي. أي. إن الله بكل شيء عليم. أمشي. ولئن سألتهم، سألت ما تشدش فيلم، تقول سألتهم، سألتهم عادية، شوف سألتهم. ولئن سألتهم
فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. قل الحمد لله. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، يا مرحبا. أي كمل لي واحد وكش نمشي للتكرار. يا مرحبا والسلام. وما هذه الحياة، نعم، وما هذه الحياة، حياة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، لهو ولعب، لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي، وين التاء؟ وإن الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة يعملون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم نجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أي ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وليسكن اليم وليتمتعوا فسوف يعلمون. صحيح. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف آمنا ويتخطف ويتخطف مش ويطى ويوتى أي أفبالباطل أفبالباطل يؤمنون. أي وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ومن أظلم من أظلم رقلب ومن أظلم ممن افترى افترى تا تا مرققة ومن أظلم ممن افترى على على الله على الله كذبا أو كذب بالحق ولما جاء لا لا أو كذب بالحق لما جاء فما شوي لما جاء عودة ومن أظلم أفضل حتى نفهم الآية ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما أو كذب بالحق لما أعد منه لما جاءه جاءه تكفى على السكون صحيح أليس في جهنم مثوى للكافرين مثول مش مثوى للكافرين مثول للكافرين مثول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لا رب لك سبولنا مش سبولنا سبولنا سبولا افتح اللام سبولنا لا سبول سبول هكك قول ها والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبولنا سبولنا لا سبول سبول بولا بو ضمة لا فتحة لنا والذين في عقلك والذين جاهدوا سبولنا سبولنا سبولا سبولنا لا سبولا سبولنا صحيح هاي الاخراني صحيحه ان الله يز مره واحده جابها صحيح ان الله اي نعم وان الله لمع المحسنين بارك الله فيك ما تجيش تحفظ هذه سبولنا سبولنا هاك عدي تلك الاخرانيه خاطر سمعتها صحيح شكرا بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير اي ننتقل الى